دوام التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا كريم. نرحب بكم أحبتي وباسمكم نرحب بسماحة الشيخ علي رحمة في قريته وبين أهله. نلتقي وإياكم هذه الليلة في المجلس الفقهي والذي يقيمه المجلس العلمائي في مناطق البحرين، وستكون هذه الليلة خاصة بفقه صلاة الجماعة. لا بأس أن نتحدث أو نتطرق بشكل سريع قبل أن نبدأ بالبرنامج على أحاديث عن أهل البيت عليهم السلام في فضل صلاة الجماعة. عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة 70,000 حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، فإن مات وهو على ذلك وكل الله به 70,000 ملك يعودونه في قبره ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته ويستغفرون له حتى يبعث. وفي حديث آخر عن الرسول الأعظم أيضا صلى الله عليه وآله: من صلى المغرب والعشاء وصلى في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كله. وأيضا عن سيد الكائنات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: التكبيرة الأولى مع الإمام خير من الدنيا وما فيها. بعد هذه الأحاديث القليلة، وقد امتلأ تراث أهل البيت بأحاديث كبيرة وكثيرة في فضل وأهمية صلاة الجماعة، فنكون في هذه الدقائق المعدودة مع سماحة الشيخ علي رحمة في برنامج فقه صلاة الجماعة، ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم والعم من عاداهم وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. تبقى صلاة الجماعة عبادة من العبادات التي لها منزلتها ومقامها في الشرع الأقدس، وأيضا لها كيفيتها الخاصة وأحكامها المحددة. ومن هنا على الإنسان أن يتعرف على هذه الكيفية ويتعرف على الأحكام المرتبطة بصلاة الجماعة، وأيضا يتعرف على الطوارئ التي قد تطرأ ويكون لها حكم قبل أن يتورط في قضية تطرأ في الصلاة وهو لا يعرف حكمها. عليه أن يتعرف الحكم قبل أن يتورط، لأنه إذا تورط وإن كان عليه أن يعمل بأحد المحتملات، ولكن يبقى عمله مضمون الصحة،
فإذا لم يطابق الوظيفة المطلوبة منه شرعا عليه أن يعيد صلاته إذا كان الخطأ والخلل موجب لإعادة الصلاة، على أن الإنسان يجب عليه أن يتسلح بالعلم قبل أن يبتلي بمورد الابتلاء. ومن هنا الفقهاء يذكرون بأن على الإنسان زيادة على وجوب التعرف وتعلم كيفيات العبادات التي كلف بها والاطلاع على شروطها وأجزائها، أيضا يجب عليه أن يتعلم المسائل المبتلى بها، يعني التي هو في معرض الابتلاء بها، مو بالضرورة يبتلي لكن قد يبتلي بها. الواجب عليه أن يتعرف على الحكم قبل الابتلاء، فلو ابتلى يكون مطلعا على الحكم الشرعي ومسلحا بما يجب عليه أن يفعله ويقوم بالعمل به. بعض الأشخاص يقول لك أنا وش لي بصلاة الجماعة وهاي التفاصيل المتعلقة بها، أنا حدي بعد أدي الصلاة، الله ما فرض علي صلاة الجماعة، الله فرض علي الصلاة. يا أيها الذين آمنوا، أو الآية الكريمة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. 5 صلوات في اليوم وهي قسم من أقسام الصلوات الواجبة، لأن الصلوات الواجبة مو فقط الصلوات الخمس، الصلوات الخمس قسم من 6 أقسام يجب على المكلف أداء الصلاة إذا تحقق شرطها، من جملتها الصلوات الخمس اليومية. فأنا أدي صلاتي ولو فرادى، حسب المثل الشعبي، وش لي بالبحر وهواله ورزق الله على السيف. يعني هذا التعامل مع أمور ترتبط بالحياة الدنيا، التعامل مع آخرين من الناس، قد يكون له وجاهة، لأن الخسارة المتعلقة في ترك التعامل مع الناس خسارة محدودة. أما أن يجعل الإنسان هذا النفس وهذا الأسلوب مع التعامل مع الله تبارك وتعالى، صحيح وصحيح. والإنسان على أي حال هو محتاج إلى أن يثقل ميزان حسناته، يعني والوزن يومئذ القسط. المؤشر على نجاة الإنسان يوم القيامة، الله تبارك وتعالى جعل مؤشر حسي، ميزان إحدى كفتيه للحسنات والأخرى للسيئات. يلا أنت اشتغل على نفسك حتى تحرز أنك من أهل النجاة وأهل الفوز. عليك أن ترجح كفة الحسنات في هذا الميزان على كفة السيئات. والحسنات الواحد يحصل عليها من أي شيء؟ من الأعمال القربية التي تقربه إلى الله. الأعمال القربية لها حالتان، حالة إجزاء وحالة كمال. أنت إذا أديت الأعمال القربية من صلاة وصيام وحج زكاة وصلة رحم وغير ذلك من التكاليف الأخرى، بالحد المجزي تحصل ثواب إذا الله تقبلها منك، يعني مع إخلاص النية، شروط القبول، لأن شروط القبول غير شروط الصحة بعد، عندنا شروط صحة وعندنا شروط قبول. قد يكون العمل صحيح بمعنى أن الإنسان تفرغ ذمته منه إذا أتى به، لكنه لا يكون مقبولا لعدم توفر شروط الصحة.
فإذا اجتمعت شروط الصحة وشروط القبول وشروط الصحة شرط من شروط القبول وأدى العمل بالحد المجزي إلى أجر وثواب، وأجر الثواب عظيم أيضا، ولكن لماذا يحرم منه يحرم نفسه من أجر ثواب العمل القربي ثوابا كاملا؟ ليش عمل مجزي؟ ليش مو عمل كامل؟ انت وش عندك من مشكلة تأدي العمل العبادي كامل؟ احنا اذا نظرنا الى الصلاة وهي من اهم الاعمال لها حالة اجزاء ولها حالة كمال، من جملة درجات كمال الصلاة اداؤها جماعة. انت اذا اديت صلاتك جماعة أحرز درجة من درجات كمال الصلاة. والسيد جزاه الله خير ذكر مجموعة من الروايات التي فيها حث على صلاة الجماعة وبينت ثواب. يعني الآن هذه الرواية التي ذكرت يعني ما ترغبنا أداء الصلاة مجردة عن الجماعة فرادة وأداءها جماعة الحال واحد، الجهد مو كبير، الفرق يقولون صلاة الجماعة طويلة، ولحسن الحظ في هالزمن أكثر أئمة الجماعة ما يطولون بعد، لكن الأول آبائنا الكبار اللي كانوا يحافظون على صلوات الجماعة مع أئمة الجماعة العلماء القدامى كانوا يطولون شوي، مو كلهم يطولون بس البعض منهم يطول، الآن الأكثر ما يطول بعد يعني. ما يطول. حتى لو في تطويل انت شوف الفرق في الاثر، شوف الفرق في الاثر، الفرق بين صلاة الفرادة وصلاة الجماعة، هاي صلاة مجزية وتلك صلاة كمال. صلاة كمال. مالك طالع ساعة، شم الوقت محدد؟ لا الوقت المحدد لنا كام؟ لأن طبعا أحكام صلاة الجماعة ما يبقى لها جلسة واحدة، فأنا أقترح بأنه تصير جلسة أخرى تحددونها جلسة أخرى جلسة ثالثة، خصوصا أن المركز التبليغي في المجلس العلماء عنده برنامج اسمه المجلس الفقهي. المجلس الفقهي هذه قاعدة أسبوعية مثل العادة الحسينية بس تركز على الجانب الفقهي، تتناول باب من الأبواب أو عنوان من العناوين الفقهية ويتم طرح المسائل المتعلقة بهذا العنوان نص ساعة ساعة إلا ربع إذا في أسئلة أيضا، إكمال هذا العنوان يكون في الأسبوع الثاني تماما مثل العادة الحسينية، عادة أسبوعية. وهذا على فكرة احنا قايلين للجماعة القائمين على المشروع الديني التعليم الديني هنا عندكم خلوني ما مفتان يعني، لكن انا اقول بعد بزمان وياهم نلاحق احنا المجلس الفقهي المجلس الفقهي ما بذكر اسماء لكن بعد ايش نسوي نذكر شنو بشكل ده. هذا لون من الوان المجلس الفقهي وجيد يعني، وهو مأخوذ هذا المجلس الفقهي من حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لكل مسلم لا يجعل له في كل جمعة يوما يتفقه فيه دينه ويسأل عن دينه. كل جمعة يعني كل أسبوع، مل ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، تطلق الجمعة على الأسبوع يعني خلال السبعة الأيام يعني ساعة واحدة واجد يعني على دين رب العالمين. وهذا انت تحرز تحرز أداؤك للعمل المكلف به بشكل صحيح، لأن الإنسان مو مكلف فقط أن يعمل، الإنسان مكلف أن يعمل لكن يعمل عن علم، وإلا قد يكون الإنسان يعمل ويجهد نفسه في العمل ولكن عمله لا يزيده إلا عن مقصده وغايته إلا بعده، يعني مثلات اللي يسير على الطريق إذا يسير على غير هدى
وعلى غير معرفة بالطريق يمكن يسلك طريق معاكس لمقصده. فهو كل ما زيد السرعة والمشي كل ما ابتعد عن مقصده أكثر وأكثر. فالعلم مهم وأساسي في العمل. ولهذا في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: تفقهوا في دين الله فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عمله. لو من غير تفقه أنت ما تقدر تحرز قول العمل اللي جبته هو الذي طلب مني شرعا. أنت تقدر تقول طلب مني شرعا إذا قمت بهذا العمل عن علم وعن تعلم. إجمالا حديثنا في هذه الليلة عن أحكام صلاة الجماعة، عن أحكام صلاة الجماعة. هذا الحديث اللي يسمونه بس حبيت أنا أؤكد عليه: من سعى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كتب له بكل خطوة 70,000 حسنة ورفع له من الدرجات مثل ذلك. يعني هذا عرض مغري جدا، يعني إذا ما يجيب رأس الواحد هذا رأس الواحد يكون يفتش في داخله ويش. يعني هذا أحد الإخوة الفضلاء يقول: أنا ذكرت هذا الحديث فبهرت، انبهر البعض، يعني قال صلاة الجماعة هل قد لها من الأجر والثواب؟ طبعا على فكرة هذا ثواب هامشي، هذا ثواب هامشي، هذا يتعلق بالخطوات اللي تقطعها مو يتعلق بنفس صلاة الجماعة. هذه الخطوات اللي تقطعها حتى توصل صلاة الجماعة في المسجد إلك هذا الأجر، كرم رب العالمين. الواحد لا يستغرب لأن الله تبارك وتعالى لا تنفد خزائنه وهو الكريم المطلق تبارك وتعالى. فقط يبقى من العبد أنه يرغب فيما عنده. تعامل، دعونا نتعامل مع الله تبارك وتعالى. ناهيك عن أصل ثواب الجماعة. ثواب الجماعة إذا زاد عدد المصلين في صلاة الجماعة على 10 بعد ما حد يقدر يحصي ثواب صلاة الجماعة. هني الواحد شوي يطمئن بأن ميزان حسناته يرجح إن شاء الله. مو معناته الإنسان يطمئن ويثق ثقة، يجب على الإنسان أن تكون حياته بين الخوف والرجاء. أبدا الإنسان لا يطمئن أنا قدمت وعملت وخلاص أوقف، والله كديت لي أجر وحسن عمري الآن صار 60 سنة وأنا طول هذا العمر قضيته في عبادة الله وفي خدمة دين الله وفي إحياء أمر أهل البيت وفي إقامة مصيبة الإمام الحسين عليه السلام. بعد الله بعد وش يبقى من عندي بعد أكثر من هذا؟ خلاص هاي خلاص، هاي بداية السقوط، هذه خلاص بداية السقوط، هذا كله بفضل رب العالمين. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. على أي حال سوف نتعرض إلى أحكام صلاة الجماعة بشكل مختصر بشكل موجز. العناوين اللي بنتناولها في عدة محاور. المحور الأول: حكم صلاة الجماعة. جماعة ما حكمها؟ صلاة الجماعة في الصلاة ما حكمها؟ المحور الثاني: أحكام المسبوق. لأن أحيانا يجي الواحد في صلاة الجماعة من البداية وأحيانا يجي متأخر. هذا المتأخر هل له أن يدخل مع الجماعة أو فاتته الجماعة؟ نبين هذا الحكم. المحور الثالث: شرائط صلاة الجماعة، لأن الجماعة لها شروط أيضا.
الجماعة لها شروط، نذكر هذه الشروط في هذا المحور. المحور الثالث أحكام الجماعة، الجماعة إليها طوارئ ولها أحكام عديدة إن شاء الله نشير إليها في هذا المحور. المحور الخامس شرائط إمام الجماعة، يعني إمام الجماعة محي الله أي واحد يتقدم وتصح الجماعة، لابد من هناك مجموعة، لابد أن تكون هناك مجموعة من الشروط المعتبرة. الفصل السادس مستحبات صلاة الجماعة ومكروهات صلاة الجماعة. في هذه الليلة نتناول المحور الأول وهو حكم صلاة الجماعة وما يسعه الوقت. الآن الوقت كم؟ 8:10 وإلى كم؟ 8:30 تقريبا، لو لا ربع، لا ربع زين؟ زين لا ربع؟ 9:45 أو نشوف. إحنا لكل حال إذا بتعطونا مجال في أسبع بجي ما من هوس يعني الليلة واجد. صلوا على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. الحديث عن حكم صلاة الجماعة. ما هو حكم صلاة الجماعة؟ وش حكم صلاة الجماعة؟ لو أسأل أنا أنبا إجابات، أنبا إجابات. إيه، وش حكم صلاة الجماعة؟ مستحب. في أحد يضيف بعد؟ في أحد يضيف حكم صلاة الجماعة فقط مستحبة صلاة الجماعة أو لها حكم آخر أيضا؟ نعم، هذا مؤكد يعني مستحب، مستحب مؤكد. صلاة الجماعة لها ثلاثة أحكام، صلاة الجماعة لها ثلاثة أحكام: الاستحباب والوجوب والحرمة. الاستحباب والوجوب والحرمة. أما استحباب صلاة الجماعة فيكون في الصلوات اليومية والفرائض الأخرى باستثناء بعض الفرائض. صلاة الجماعة مستحبة في خصوص الصلوات الفرائض، والصلوات الفرائض نقصد بها الصلوات الخمس اليومية، وهنا تتأكد فيها صلاة الجماعة خصوصا للرجال، هي للنساء مؤكدة ولكن للرجال تأكيدها أكثر. وفي الصلوات الجهرية من الصلوات اليومية يكون تأكيدها أكثر، يعني صلاة العشاءين وصلاة الفجر الذي قال الله عنها: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا صلاة الجماعة تتأكد بشكل أكبر. أيضا بقية الفرائض الأخرى، لأن الفرائض مو مختصة بصلوات الفرائض بالصلوات اليومية. الصلوات اليومية قسم من ستة أقسام. عندنا صلاة الآيات، هذه فريضة من الفرائض، يسألون الله تبارك وتعالى عنها عندما يحصل أحد أسبابها، وتصلى جماعة، يصح صلاتها فرادى وصلاتها جماعة أفضل. عندنا صلاة ماذا؟ صلاة الجنازة، صلاة على الميت، هذه أيضا صلاة، هذه أيضا صلاة، وتصح فرادى وتصح جماعة أيضا، تصح جماعة أيضا، أداؤها جماعة أفضل. وإن كان يعني بعض الفقهاء قال هذه تسمى جماعة مجازا، تسمى صلاة مجازا، لأن ما فيها لا الحمد ولا يعتبر فيها الطهور، ما يعتبر فيها الوضوء ولا يعتبر فيها الغسل. بعد عمل لا ليس فيه الحمد، الفاتحة، فاتحة الكتاب، وليس معتبر في صحته رفع الحدث بالوضوء أو الغسل، لا يمكن أن يكون صلاة، لأنه قد ورد بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بطهور. لكن هنا يطلق عليها
صلاة إما بالعنوان اللغوي أو المعنى اللغوي، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، بمعنى مطلق الدعاء، وهذه فيها من الدعاء. على كل حال تصح جماعة، تصح جماعة. أيضا بقية الفرائض الأخرى، البعض استشكل في أداء صلاة الجماعة في بعض الفرائض كصلاة الطواف. صلاة الطواف، الطواف إذا كان جزءا من حج أو من عمرة يكون الطواف واجب، وتكون صلاة الطواف واجبة أيضا، فهي صلاة فريضة، لكن هل يصح أداؤها جماعة أو لا يصح أداؤها جماعة؟ مسألة اختلف فيها بين الفقهاء. بعض الفقهاء ذهب إلى عدم صحة صلاة الجماعة في صلاة الطواف، تصلى فرادة، واللي يبقى الفضيلة يجمع بين الأمرين، يصلي جماعة ويا واحد وصليها فرادة بعد ذلك مرة ثانية، هذا أكمل، هذا أكمل. عاد إذا حصل إليه ويا هذه الزحمة، لأن صلاة الطواف معتبرة في موقع محدد، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. على أي حال، فصلاة الجماعة، صلاة الجماعة تستحب في الصلوات الفرائض اليومية منها وغيرها، إلا ما استشكل فيه بعض الفقهاء كصلاة الطواف، يعني حتى صلاة الآيات تؤدى جماعة أفضل، صلاة القضاء تؤدى جماعة أفضل، إذا كانت نعم قضاء فريضة تؤدى جماعة. ما فات الوالد من الصلوات يؤديه لعذر، يؤديها ولده الذكر الأكبر مسؤول عنه، إما أن يؤديها مباشرة أو تسبيبا، كأن ينيب شخصا يؤدي، تصح جماعة أيضا، تصح جماعة. طبعا في أحكام متعددة، إن شاء الله بالتدريج نتعلم درجة بالتدرج إن شاء الله. زين، هذا الحكم الأول من أحكام أداء الجماعة الاستحباب. عندنا حكم ثاني وهو الوجوب، بمعنى أن الصلاة لا تصح فرادة، وإنما يسمونه وجوب شرطي، مو وجوب تكليفي. يعني أن الإنسان لو أدى هذه الصلاة من غير جماعة ما يكون آثم، لكن صلاة وش باطلة، وهذا يرتبط بصلاة الجمعة. صلاة الجمعة من شروط صحتها أداءها جماعة، صلاة الجمعة التي تؤدى يوم الجمعة بدلا عن الظهر، هذه لابد أن تؤدى جماعة. إذا ما تؤدى جماعة قبلها خطبتين، قبلها خطبتان، ثم بعد ذلك ركعتان، هذه لابد فيها من الجماعة. فإذا الجماعة فيها واجبة وجوبا شرطيا. أيضا صلاة العيدين في زمن الحضور، لأن صلاة العيدين إخواني أخواتي إليها حالتين، زمن الحضور يعني حضور الإمام المعصوم عليه السلام وبسط اليد، بسط يد الإمام المعصوم، وعندنا حالة ثانية حالة غيبة الإمام المعصوم عليه السلام. ففي حالة غيبة حضور الإمام المعصوم هي واجبة، صلاة العيدين، صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر واجبة مو مستحبة تكون، ومن شروط صحتها الجماعة مثل الجمعة. شلون الجمعة لا تصح إلا بالجماعة؟ أيضا صلاة العيدين في زمن الحضور لا تصح إلا جماعة، لا تصح إلا جماعة. في زمن الغيبة، في زمن الغيبة ما تسقط صلاة العيدين، نعم يسقط وجوبها، لا تكون واجبة، تبقى
مشروعة لكن على نحو الاستحباب مو على نحو الوجوب، لكن يصح أداؤها جماعة. المشهور بين الفقهاء يجوزون أداؤها جماعة. نعم بعض الفقهاء استشكل كالإمام الراحل رحمة الله عليه في أداء صلاة العيدين جماعة لأنها تكون بمثابة النافلة، وسوف نشير إلى أن النافلة أداؤها جماعة يمثل الحكم الثالث وهو الحرمة، لا يجوز أداء النافلة جماعة. بس الفقهاء الذين قالوا بأن استحباب الجماعة ثابت في صلاة العيدين مع أنها غير واجبة باعتبار الأصل، فإن أصل صلاة العيدين هو الوجوب والاستحباب، الحرمة إنما يتعلق بأداء الصلاة النافلة جماعة إذا كانت نافلة من الأصل مو نافلة بالعرض، نافلة بالأصل. إذن الحكم الثالث هو الحرمة، هو يحرم. شلون نعرف بأن صلاة الجماعة لها حكم الاستحباب في الموارد التي ذكرناها ولها حكم الوجوب في صلاة الجمعة وصلاة العيدين في زمن الحضور ولها حكم الحرمة، وذلك في صلاة النافلة الأصلية. النوافل الأصلية سواء كانت من الرواتب، لأن النوافل على قسمين أيضا، عندنا نوافل رواتب وعندنا نوافل غير رواتب. النوافل الرواتب محددة عددها 34 ركعة، مجموعها مع الفرائض اليومية يصير 51 ركعة، 17 و34 كم؟ 51. وهذا الذي ورد في حديث الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أن علامات المؤمن 5، منها صلاة 51. فالنافلة وإن كانت من الرواتب، ويقصد بالرواتب النوافل الرواتب نافلة الفجر ركعتان قبلها ونافلتي الظهر والعصر قبلهما، يعني قبل صلاة الظهر 8 ركعات ركعتين ركعتين ركعتين، وقبل صلاة العصر 8 ركعات ركعتين 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 ركعتين. وعدنا أيضا نافلة المغرب 4 ركعات بعدها تؤديان ركعتين ركعتين تؤدى ركعتين ركعتين، ونافلة العشاء ركعتان بعدها تؤديان من جلوس تحسبان عن ركعة واحدة، لأن الركعتين من جلوس بمثابة الركعة من قيام، الركعة من قيام. وعدنا نافلة هل يجوز أداؤها من قيام؟ أو بعض الفقهاء يقول لا يلزم تعيينا أداؤها من جلوس، وبعض الفقهاء يجوز أداؤها من قيام، هذا خلاف المشهور. على كل حال مو مكان تفصيل حديثنا الآن عن النوافل وأحكامها. وعدنا صلاة الليل 8 ركعات وبعدها صلاة ركعتا الشفع وبعدها ركعة الوتر، المجموع 11 ركعة، المجموع يكون 34 ركعة. لا يصح أداؤها لا يتصح الجماعة في شيء من النوافل الرواتب. غير الرواتب النوافل لا عد لها ولا حاصر، وهي المقصودة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقل، يعني من أكثر له أجر صلواته ومن أقل يفوته، ومن يفوته ثواب الزيادة المتعلقة بما تركه من النوافل. أيضا هذه لا تصح جماعة. نعم بعض النوافل إليها كيفية لعل الجميع، مو الجميع يتقنها، مو الجميع يتقنها، مثل صلاة جعفر مثلا إليها عدد من التسبيحات في مواضع محددة. بعض الأشخاص لو أراد أن يستقل بأدائها لعله يعني لا يتمكن، لا يتمكن. وهكذا بعض النوافل التي تعتبر فيها بعض السور التي لا يحفظها هذا الشخص،
ويصح أن يقرأها من القرآن مباشرة إذا كان لا يحفظ، لكن قد يكون أيضا أمي لا يقرأ. فهنا يوجد لون آخر من أداء الصلاة، هي صلاة فرادى ولكن بصورة الجماعة بالمتابعة، صلاة بالمتابعة، صلاة بالمتابعة مو صلاة جماعة. فلا بأس بأداء هذه الصلوات بالمتابعة، يعني مجموعة من المؤمنين، مجموعة من المؤمنات يصلون بحركات متتابعة بحركة واحدة ولكن دون قصد الائتمام، فما يترتب أثر حكم صلاة الجماعة من سقوط القراءة وغير ذلك من الأحكام الأخرى الخاصة بصلاة الجماعة. هي في الحقيقة صلاة فرادة، صلاة فرادة لا بأس بأدائها، بس ما حد يقصد الائتمام. قصد الائتمام في صلاة النافلة الأصلية هذه بدعة وهي محرمة شرعا ووجب لبطلان العبادة أساسا. وإذا كان الإنسان قصد التشريع يكون آثم بهذا العمل، يعني بدل ما أن يتقرب إلى الله يحصل على إثم، لأن الله يبانا نعبده مثل ما هو يبال ومثل ما إحنا نبال، مثل ما الله تبارك وتعالى يريد. عدنا بعض الفروع تتعلق بحكم صلاة الجماعة قبل أن ننتقل إلى، لعله ما يمدينا بعد ننتقل إلى المحور الآخر، ولهذا ننهي ما يتعلق بالمحور الأول اللي ذكرناه حكم صلاة الجماعة. عدنا بعض الفروع. في استثناء من حرمة صلاة الجماعة من النافلة الأصلية، يعني النوافل الأصلية لا تصح فيها صلاة الجماعة، تحرم، لكن في استثناء، ما من عام إلا وقد خص، ولكل قاعدة شواذ، يعني هي القاعدة ما يجوز لكن عندنا استثناءات دل عليها الدليل الخاص، وهذا يتعلق بصلاة تسمى بصلاة الاستسقاء. سامعين عن صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء السنة يعني دعوا لأدائها، الظاهر وطالعون الإخبار الفلكيين بأنه في مطر هالأسبوع بيكون، قالوا نصلي جماعة إذا طاح المطر، قالوا بأنه على كل حال هي مستحبة صلاة الاستسقاء عند غور المياه وقلة الأمطار، شح الأمطار، مستحب أن المسلمين يصلون صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء كيفيتها مثل صلاة العيد، مثل صلاة العيد، يعني ركعتان في كل، في الركعة الأولى 5 قنوتات وفي الركعة الثانية 4 قنوتات. نعم القنوت يتم اختيار قنوت يناسب صلاة الغرض من صلاة الاستسقاء، وإلا الكيفية هذه. تصح صلاة الاستسقاء مع أنها نافلة بأصل الشرع، تصح جماعة صلاة الاستسقاء، تصح جماعة. وأيضا عندنا استثناء آخر دلت عليه بعض الروايات وذهب إليه بعض الفقهاء، وهي صلاة الغدير. سامعين عن صلاة الغدير؟ معروفة دي، مشهورة، صلاة التي تستحب يوم 18 من ذي الحجة الحرام، اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة على المسلمين في السنة العاشرة من الهجرة. يستحب في هذا اليوم سنويا يعني صلاة يسمونها صلاة الغدير، له كيفية خاصة. على كل حال بعض الفقهاء ذهب لجواز أدائها جماعة، والمسألة مختلف فيها بالنسبة إلى صلاة الغدير، مختلف فيها، لكن بالنسبة إلى صلاة الاستسقاء لعل هناك اتفاق. لا
لعل هناك اتفاق، أو على كل حال ذهب إلى هذا الرأي كثير من فقهائنا، هذا هو المعروف يعني في مذهب الإمامية. عندنا مسألة ترتبط ب إذا أردت أن أصلي جماعة، صلاة يومية التي يستحب فيها صلاة الجماعة، هل يشترط أن تكون صلاة الإمام وصلاة المأموم متحدتين؟ يعني إذا أصلي أكون بصلي الظهر، يكون الإمام بعد يصلي الظهر؟ لو كان الإمام يصلي صلاة أخرى كأنهى صلاة الظهر وجئت متأخرا، هل يصح لي أن أصلي مع الإمام صلاة أخرى لكن من نفس النوع؟ صلاة يومية يجوز، ما في مشكلة، يجوز أصلي صلاة العصر جماعة مع إمام يصلي صلاة أصلي صلاة الظهر مع إمام يصلي صلاة العصر مثلا، والعكس صحيح أيضا، والعكس صحيح. وهكذا لو كانت علي صلاة قضاء، لنفرض صلاة قضاء، أصليها مع من يصلي صلاة أداء، وحتى لو صلاة أخرى أيضا هذا صحيح، ما في مشكلة، ما في مشكلة. أيضا بالنسبة إلى صلاة القصر والتمام، إذا كان الإمام متما فهل يصح للمأموم لو كان مقصرا أن يأتم به؟ والعكس، إذا كان الإمام مقصرا في صلاته فهل يجوز للمأموم المتم أن يأتم به؟ يجوز، يجوز. نعم مكروه، في كراهة، الأفضل هو الاتحاد، قصر بقصر، تمام بتمام، هذا أكثر ثواب، أكثر ثواب. وإحنا إذا نقول مكروه، يعني الفقهاء إذا يقولون مكروه، مو معناته صلاة الفرادة أفضل، لأن الكراهة في العبادة بمعنى أقلية الثواب، مو بمعنى أفضلية الترك. يعني إذا كانت صلاتي قصر وبصلي خلف إمام جماعة وهو يصلي وهو متم، هذا أفضل من أن أصلي فرادة. لكن لو حصلت لي إمام بيصلي قصر، هذه صلاتي قصر خلف إمام يصلي قصر أفضل من صلاتي قصر خلف إمام يصلي تمام. ولكن صلاة الجماعة حتى مع الاختلاف في القصر والتمام هي أفضل من صلاة الفرادة، لأن المقصود من الكراهة هي أقلية الثواب بالنسبة إلى فرد أكثر ثواب، مو المقصود بها أفضلية الترك، يعني أنا أترك صلاة الجماعة أفضل. بالنسبة إلى ما تنعقد به صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تنعقد بأدنى عدد تنعقد به صلاة الجماعة كم؟ هذا يختلف. احنا اذا جينا الى الفرائض غير صلاة الجمعة وصلاة الجمعة، وهكذا بالنسبة لصلاة العيدين في زمن الحضور، احنا خلينا نتكلم عن الصلاة اليومية تصح الجماعة بشخصين احدهما الامام، هذا جمع منطقي لأن الجمع على قسمين، جمع لغوي وأقله ثلاثة، وجمع منطقي أقله اثنان، فهنا جماعة بالجمع المنطقي تصح جماعة، بل حتى ورد في الروايات بأن المؤمن صلاته جماعة، هذه محمولة على أنه لو طلب الجماعة فلم يحصل عليها، نيته أن يصلي جماعة، ونية المؤمن خير من عمل. الله تبارك وتعالى يحسب صلاته صلاة جماعة. بالنسبة إلى صلاة الجمعة والعيدين في زمن الحضور ما يكفي اثنين نفرين، يعتبر خمسة أشخاص أحدهم الإمام. طبعا
طبعا في بعض الاشتراطات سبعة أشخاص أحدهم الإمام، لكن هناك فرق بين ما يعتبر، يعني بين المورد الذي يعتبر فيه سبعة أشخاص أحدهم الإمام وبين المورد الذي يعتبر فيه خمسة أشخاص أحدهم الإمام. أما بالنسبة للمورد الأول الذي يعتبر سبعة أشخاص أحدهم الإمام فهو في وجوب الحضور، لأن صلاة الجماعة، صلاة الجمعة إذا اجتمعت فيها الشروط، إذا اجتمعت فيها يجب الحضور. من جملة الشروط أن يكون، أن يكون، أن تكون الجماعة ليست أقل من سبعة أشخاص. إذا كانت أقل من سبعة أشخاص لا يجب الحضور، من أحد الشروط. فإذا السبعة الأشخاص اللي أحدهم الإمام شرط في أي شيء؟ في وجوب الحضور لو اجتمعت بقية الشروط الأخرى. وأما خمسة الأشخاص فهي شرط في أصل انعقاد صلاة الجمعة. فلو كان أربعة أشخاص أحدهم الإمام ما عندهم خامس ما تصح منهم جماعة، الواجب عليهم يؤدون صلاة الظهر تعيينا يوم الجمعة. آخر مسألة، في جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد اختيارا. يعني طبعا إذا كنت أنا بديت في صلاة منفرد بلتحق ويا صلاة جماعة أقيمت ما يصح، ما يصح. نعم هني في استثناء بتحويل صلاة الفراد التي هي فريضة، أحولها إلى نافلة وأديها بشكل سريع ركعتين وبعدين ألحق على صلاة، هذا ما يجوز اختيارا. يعني أنا إذا أصلي صلاتي حتى لو كانت فرادة أحولها إلى نافلة مني والطريق ما يصح، ما يصح. ولكن في مثل هذا الفرد أنا بديت صلاتي فرادة، ما أدري إن في صلاة جماعة بتقام، إلا شوي صارت أقيمت صلاة الجماعة، هني ما إلي أقطع صلاتي، لأن قطع الفريضة غير جائز. ولا تبطلوا أعمالكم، الآية الكريمة فسرت بعدم جواز قطع الفريضة، قطع الفريضة التي ابتدأها المكلف. وش أسوي في هالمورد؟ أحول صلاتي إلى نافلة وأديها ركعتين وبعدين ألتحق بصلاة الجماعة، يمكن تفوتني ركعة مثلا فيكتب لي ثواب الجماعة ولو أدركت ركعة واحدة. مورد المسألة لا، بالعكس، أنا الآن ملتحق بصلاة الجماعة أريد أن أعدل من الجماعة إلى الفرادة، صار عندي شغل مشاكل ذلك، مو إلى حد يعني إسقاط التكليف وجواز هدم الصلاة، لا يعني عندي شغل ولو شغل خفيف يعني مو مهم، أنا أنبا أعدل إلى الفرادة وأكمل صلاتي بسرعة وأطلع، يجوز أو ما يجوز؟ هذه المسألة مختلف فيها بعض الفقهاء. الكلام عن العدول اختياراً، ومضطر العدول اختياراً، بعض الفقهاء ما جوز، بعض الفقهاء جوز، بعض الفقهاء فصل في المسألة مثل السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول إذا كان المأموم من نية من البداية ينفصل، وقال أنا بأخذ ركعتين ويا الإمام وبعدين بكمل ركعتين بروحي وبطلع، هذا من الأصل ما تنعقد صلاة جماعة، من الأصل ما تنعقد جماعة. لكن إذا ما كان في نيته وبعد ذلك بدا له بعد دخوله في صلاة الجماعة أن ينفصل عن الإمام ويكملها فرادة، صح ما في مشكلة. عندنا بعض الفقهاء أجاز حتى لو اختيارا من البداية، وهذه حيلة يلتزم يعني يتدرع بها بعض المصلين، يعني من هذا من ذهب إلى هذا الرأي الإمام الراحل رحمة الله الإمام الخميني، وبعض الفقهاء ذهب إلى هذا الرأي بأنه يجوز للمأموم أن ينفصل عن الإمام في أي مورد من الموارد حتى لو كان من نيته في البداية أنه ينفصل عنه. بعض الأوقات يجي الواحد صلاة الظهر فاتته، ما باقي إليه إلا صلاة العصر، صلاة العصر هي أربع بأربع، يعني صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع، فهو إذا بيلتحق مع الإمام حتى لو من البداية
الركعات بتستوفي صلاة الظهر، ما بيبقى شيء لصلاة العصر. اللي يقلدون بعض الفقهاء الذين يجوزون الانفراد اختياراً يسوون هذه الحيلة حتى يشبكون الصلاتين في صلاة واحدة، يعني 8 ركعات في صلاة واحدة. شلون؟ كنا ألتحق من البداية الإمام العصر وأنا الظهر، أخذ ركعتين وبعدين أنفصل وأكملها بسرعة، وعلى الأقل لو بتفوتني ركعة بلحق على الركعة الثالثة صلاة الظهر، صلاة العصر بأدركها. لكن هذا الرأي يعني لا يوافق عليه مجموعة من الفقهاء، بعض الفقهاء يرى والمسألة مسألة يعني. هو المشكلة مو عليه، لو في الصف الأول المشكلة مو عليه، المشكلة تبقى على غيرها، تبقى هي مشكلة أو مو مشكلة. نشير إلى هذه المسألة إن شاء الله في شروط صلاة الجماعة، لأن بعضهم ما عنده مشكلة إذا انفصلت وبعدين التحق بسرعة، بس بعض الفقهاء يستشكل حتى في هذا المورد. إن شاء الله تفصيل هذه المسألة جماعة الظهر سمحوا لنا أن احنا الأسبوع الجاي أو سمونا نرتب حسب الترتيب، يعني على أساس نستوفي بقية المسائل. انتهينا، إذا أحد عنده استفسار 5 دقائق عندنا مجال أيضا بعد. إيه شيخ إذا بشكل سريع لأن عندنا أسئلة بعد يعني. بالنسبة لحضور الجماعة أحيانا بالنسبة للحضور يكون واجب على الشخص حضور الجماعة، خاصة إذا كان في بعض الأحيان بعض الصور ما يقدر هذا، فأرجو توضح هاي المسألة. في مورد من الموارد بعض الفقهاء ذكر أيضا هو مورد من موارد وجوب صلاة الجماعة بالعرض مو بالذات، وذلك إذا كان الإنسان ما يجيد القراءة. تعرفون أن صلاة الجماعة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية تسقط القراءة عن المأموم، وبالتالي المأموم إذا كان لا يحسن القراءة السؤال هل يجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة؟ لأن الإمام سوف يتحمل عنه القراءة إذا يصلي فرادى، في أخطاء عنده في القراءة. إذا يصلي جماعة الإمام بيتحمل عنه القراءة، وبالتالي بتكون صلاته ما فيها خلل، هل يجب عليه أن يصلي جماعة؟ هذه إليها مورد واحد يجب على المأموم أن يصلي فيها جماعة، والمسألة أيضا محل خلاف، بعضهم عند احتياطي. وذلك إذا كان المأموم إذا كان المكلف مقصر في التعلم، يعني هو عنده ساعة من الوقت يتعلم ما تعلم وضاق الوقت على التعلم، ضاق الوقت يبقى له شهر حتى يتعلم ويتقن القراءة، خلال هذا الشهر باعتبار أنه من قبل يقدر يتعلم وما تعلم، خلال هذا الشهر يكون يلتزم بصلاة الجماعة، يصليها صلاة جماعة. وجوب عند بعض الفقهاء واحتياط عند بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء حتى احتياط وجوبي لم احتياط استحبابي في المسألة. أما الموارد الأخرى وذلك إذا كان الإنسان أتعب نفسه عنده مشكلة لا يستطيع أن يجيد القراءة الصحيحة، ما قصر لا، هذا حتى لو كان قراءته فيها خلل مو واجب عليه أن يصلي الجماعة، يصلي يعني يؤدي صلاته جماعة. نعم الأفضل طبعا هو هذا بالنسبة إلى وبالنسبة إلى. نشكر سماحة الشيخ ونتوجه إلى الأسئلة بشكل سريع على قدر ما يسمح به وقته. السؤال ما منجاوب عليها، ما ادري انت اللي قدر الموضوع. هل يجوز صلاة الفرادى وهناك صلاة جماعة في المسجد في نفس المكان؟ هذه فيها إشكالية من جهة عرضية، وإلا صلاة الجماعة مو واجبة في غير الموارد التي ذكرناها، وبالتالي يجوز للمكلف أنه يصلي فرادى ما في مشكلة. لكن هناك مشكلة من جهة ثانية، يعني يجي المسجد وفي صلاة جماعة قائمة
ويصلي فراده. وهذا الشخص معروف أنه يحافظ على صلاة الجماعة معروف. زين وش بالذات يجي المسجد هالمسجد هذا وإمام الجماعة فلان يصلي هو يصلي فراده، معناته أنه يطعن في إمام الجماعة. إذا كان يفهم عرفا من صلاته فرادى في مكان تصلى فيه جماعة، الصلاة جماعة، هنا يوجد إشكال، استشكل بعض الفقهاء في جواز الصلاة فرادى. إذا ما يبغى يصلي جماعة يروح يصلي في مكان آخر، فلما يجعل من صلاته تهمة لإمام الجماعة. هذا مورد. في مورد آخر أيضا وهو توهين صلاة الجماعة. شلون توهين صلاة الجماعة؟ ممكن ما يكون طعن في إمام الجماعة لكن توهين لصلاة الجماعة. يعني أهل القرية في صلاة جماعة اللي يحضرون المسجد 100 شخص، اللي يصلي جماعة 20 و80 شخص قاعدين يصلون فرادى، هذا توهين لصلاة الجماعة، هذا لا يجوز أيضا، أو في إشكال على أقل تقدير. عندنا أسئلة كثيرة زهير، دا بس تسمح لنا بنخليك ونعطيك وقت بس مسامحة. في بعض الأحيان تفضل زهير. لا ما يشترط جماعة فاصل بينك وبينهم، حتى لو في الصف، بس لا يكون صلاتك فرادة يؤدي إلى الطعن في إمام الجماعة أو توهين صلاة الجماعة. في كثير من الأحيان يذهبون بعض الأخوة إلى مساجد وتقام هناك صلاة جماعة، فهذا أحدهم يسأل عند دخولي في هذا المسجد ولكن لا أعرف إمام الجماعة، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ المسألة منفصل الحديث عنها في شروط إمام الجماعة. من جملة شروط إمام الجماعة أن يكون عادلا، فليس من الشروط أن يكون المأموم يعرف إمام الجماعة تفصيلا، اسمه وحسبه ونسبه ومن أي منطقة. العبرة أنه يعرفه إنسان مستقيم، إنسان عادل على الجادة، وهذا العلم يتحقق إما بالمعاشرة الشخصية وإما بشهادة ولو واحد من أهل الثقة، وأحيانا يتحقق هذا الأمر من خلال نفس المصلين. أنا أعرف هؤلاء المصلون فيهم على أقل تقدير مجموعة من الأشخاص متشرعة ويعرفون الحكم الشرعي، وأكيد ما بيصلون خلف هذا الشخص إلا وقد أحرزوا جماعة. فإذا حصل عند المكلف وثوق أو اطمئنان أو وثوق بعدالة صلاة إمام الجماعة يجوز له، أما إذا ما حصل إليه وثوق ما تصح منه صلاة الجماعة. إنزين بالتالي يجوز له يصلي فرادة إذا كان تؤدي صلاته فرادة في هذا المسجد إلى طعن في إمام الجماعة، حتى له يجهله ما يجوز، فيكون يروح مكان آخر يصلي جماعة. نعم مثلا أنا بذكر لكم مثال هو ما في طعن، مثلا المشاهد الأماكن العامة عادة في أشخاص يصلون فرادة وصلاتهم فرادة لا يفهم منها طعن في إمام الجماعة، وتعارف هذا الشيء مثلا، وليس فيها توهين، لأن هذا على عجل مسافرين، قد يكونون مسافرين مساجد الطرقات أحيانا يكون. إذا ما أحرز ما اطمأن بعدالة إمام الجماعة ما يكتفي بهذه الصلاة، يعني لو هو صلى بقصد يعني الرغبة في الثواب، بس بشرط أن لا يكون هناك تغرير. شلون يعني يكون تغرير؟ أنا شخص معروف مثلا إذا بصلي جماعة خلف هذا الشخص غيري بيجي بيقول أوه فلان يصلي خلاص، زمع أني مو محرز وهو بيبني على صلاتي خلف هذا الشخص على أنه عادل، إذا في تغرير لا ما يجوز له. السؤال يقول حرمة صلاة الجماعة في النوافل هل تعني الإثم أم لا؟
إيه مع قصد التشريع تعني الإثم مو فقط البطلان، يعني إذا كان صلاها وهو يعتقد الاستحباب هذا بدعة، هذه بدعة، الله يقول حرام، الله يقول ما يجوز مو مستحب، أنت تقول مستحبة، من هو اللي بيجازيك يعني؟ أي مقدار يمكن تركه ما بين المأمومين بحيث يبقون متصلين متصلين في الجمع؟ ستذكر في درس شروط صلاة الجماعة. في بعض الأحيان نشاهد بعض المأمومين في الصف الأول يسبقون الإمام في بعض الحركات، فما هو في إن شاء الله محاضرات أخرى؟ إذا كان عن عام طبعا ينفصل، إذا كان متعمد ينفصل، إذا كان تسبق الإمام في أفعالك متعمد تنفصل يكون بحكم المنفصل، أما إذا كان عن غفلة وما كان الفاصل كبير يعني هذا لا يخل. أيضا سؤال، هل يجب على الإمام إحراز مبادئ التجويد في قراءة السور؟ التجويد أكثر أحكام التجويد محسنات، مو يعني شرط في الصحة، هي تحسن القراءة، ومأمور الإنسان المؤمن أن تكون قراءته حسنة وجميلة، فأكثر أحكام التجويد هي من المحسنات التي قد يلحقها حكم الاستحباب، بعضها واجبة. نعم، ما هو واجب من أحكام التجويد لابد من أن يعني يحرزه إمام الجماعة أو يحرز في قراءة إمام الجماعة. وبنذكر ما يتعلق بهذه المسألة أيضا في شروط إمام الجماعة. هل هناك صلاة مسبوق بصلاة الجمعة؟ إيه، صلاة الجمعة بعد أيضا تصح صلاة المسبوق، يعني واحد يجي صلاة الجمعة ما جاء الخطبتين، ما جاء الخطبتين مسبوق بالخطبتين يصح لا يدخل في صلاة الجمعة ركعتين مع الإمام وتصح منه جمعة، بل حتى لو لم يدرك من صلاة الجمعة إلا ركعة واحدة. طبعا لو أدرك الركعة الأولى قبل ركوع الإمام أو في أثناء ركوع الإمام يدرك الركعة، بس إذا جاء في الركعة الثانية أيضا يصح له أن يدخل. بس بعض الفقهاء في هذا المورد بالخصوص اشترطوا أن يدركه وهو واقف، لا أن يدركه وهو راكع، فإدراك إمام الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الثانية في أثناء الركوع مو مجزي، إذا بيجي خلي يركع وياه ويكملها، لكن بعد ذلك يعيدها وإيش؟ ظهر، عيد الظهر ما يكتفي بها. نعم، إذا أدركه وهو واقف ما ركع حتى لو فاتت الركعة الأولى يدخل وياه وبعد ذلك هو يكمل الركعة المتبقية. إيه مجزي، لأنه لا يشترط حضور الخطبتين، لكن يفوت ثواب، يعني يفوت كمال. احتياط بالظهر في زمن الغيبة حتى لو حضر الخطبتين احتياط استحبابي على دراية أغلب، وهذا ما يوجب الظهر، يعني يبقى يكفي على الفقهاء، رأي الفقهاء أغلبهم يكفي الإخلاص. في مسألة تتابع تكبيرة الإحرام، ما هو حكمها وكيفية تطبيقها إلى أن تصل إلى النساء؟ تكبيرة الإحرام يعني السؤال، يعني هل يشترط أن يكون تكبيرة المؤتم بعد تكبيرة من يتصل بعد تكبيرة واسطته إلى الإمام، أو يجوز للمأمومين أن يكبروا دفعة واحدة؟ المهم أنهم لا يكبروا قبل الإمام، إذا كبر الإمام كبر المأمومون دفعة واحدة، التكبير دفعة واحدة مجزي ما في مشكلة، وهذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. لكن إذا كبر المتأخر قبل المتقدم هل تصح صلاته أو لا تصح؟ نعم تصح، بشرط أن يكون المتقدم متهيئ للتكبير، عنده تهيؤ،
يعني مشرف على التكبير وأنا كبرت قبله ما في مشكلة. ما في فرق بين الرجال والنساء، أيضا النساء نفسه إذا أحرزوا تكبير الرجال لهم واسطتهم أو مشارفتهم للتكبير تهيئتهم للتكبير، والأمر عرفي يعني الأمر عرفي عرفا، إذا أحرز المكلف يجوز له أن يدخل في الصلاة. وفي تأكيد، في تأكيد على أن المصلين يكبرون تكبيرة واحدة، كبر الإمام يكبر الجميع، البعض يبقى واحد مو متهيئ ما هذا ما يضر، إذا كبر الأغلب عادة الاتصال يتحقق. في جميع الفقهاء يذهبون إلى هذا الرأي فيه. الكفاية كفاية التهيؤ يعني على الأقل أغلب الفقهاء يذهبون. أنا أريد أن أجزم كل الفقهاء من زمن الغيبة الصغرى إلى زمننا هذا لا أريد أن أجزم، لكن أغلب الفقهاء يكتفون بالتهيؤ، تهيؤ المتقدم لجواز تهيؤ لجواز تكبير المتأخر. نصيحة إلى أحد الأخوة، أطلب منكم نصيحة، يقول يعني دائما يروح دائما يفوت فرض من صلاة الجماعة، فنصيحة بشكل سريع له. لا يفوت، يجي قبل، يعني يجي قبل إذا كان مهتم، ويقولون اللي بالصلاة ما تفوتها صلاة سواء أصل الصلاة أو صلاة الجماعة يكون يهتم. في تأكيد يعني صلاة الجماعة في الصلوات الجهرية مؤكدة أكثر، بس ما في حسب المناطق يقولون ما في مانع الجمع، يعني أنت تقول لي أيه أفضل، أنت الحين مو مشروط عليك تصلي صلاة جماعة في فريضة واحدة حتى تقول أيه الأفضل أكون أختاره، أنت بإمكانك أن تصلي الجميع صلاة جماعة. نعم إذا قالوا لك إلك مرة واحدة تصلي صلاة جماعة اختار صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء لأن فضيلتها أكبر. سؤال أخير، ما هو حكم الصلاة خلف إمام غير عربي أو نطقه باللغة العربية أو غير عربي؟ يعني إذا كانت قراءته مجزية فالصلاة صحيحة ما في مشكلة، وإذا كان عربي وقراءته غير مجزية فالصلاة غير صحيحة. نشكر سماحة الشيخ. أحد عنده سؤال، سيد جابر تفضل. جزاكم الله خير شيخنا، أنا عندي مسألتين. المسألة الأولى في إيران مثلا لو رحنا المشاهد الأئمة عليهم السلام، فالمأموم يحس أن الإمام ما يقرأ عادل يعني عجمي أو شيء فما يقرأ عادل، شنو الحكم هنا؟ والمسألة الثانية إذا جاء المأمون وأخذ التربة ويدر إذا لحق على الصف اللي قدام يعني للجماعة ما بيلحق على الشيخ، فشلون هل في نفس المكان تقول لنا الطريقة؟ جواب هاتين المسألتين يأتي إن شاء الله في، لكن بعد ما دام السيد وقف وتكلم في الميكروفون احنا بنجاوب خصوصا انه اخر مسألتين. بالنسبة الى يعني امام انا ما احرص صحة قراءته ما يجوز لي اهتم به، ما يجوز لي اهتم به. طبعا اذا كنت اسمع اكون اسمع 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 وما أدخل في الصلاة، بإمكاني يعني أتأخر في الدخول في الصلاة لغرض الاستماع إلى قراءته إذا كانت قراءته صحيحة، إذا وخصوصا الآن في المشاهد يقرون يصلون في الميكروفون مو مثل الأول كل صلاة يعني صلاتهم إخفات، حتى في الصلاة الجهرية الحد الأدنى من الجهر يؤدي إمام الجماعة، الآن لا يقرون في ميكروفون وينسمع والواحد يقدر يشخص، يقدر يشخص، والمعتبر هو هي القراءة المجزية ولا يعني قراءة عبد الباسط أو ما يجوز لي أصلي. إذا كانت صلاة مجزية يقيم الحروف يخرجها من مخارجها يؤدي حق ما هو واجب في القراءة يجوز لي. بعض يمكن قد تكون هناك لكنة أو تفخيم أو ترقيق أو ما شاكل ذلك من الشروط الغير المعتبرة على نحو اللزوم،
هذا لا يضر، هذا لا يضر. أما إذا ما تمكنت من معرفة قراءته، وأنا أشك في صحة قراءته، هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض الفقهاء يقول يجوز الدخول اعتمادا على قاعدة فقهية هي عبارة عن قاعدة الصحة، حمل المسلم على الصحة، على الصحة. بس هذه القاعدة قد ما تجري بالنسبة لأئمة الجماعة من أصل غير عربي، إذا كان لسانهم غير عربي. هذه القاعدة لعله في صعوبة علمية في جريانها بالنسبة لمن ليس لسانه عربي. نعم إذا كان الشخص لسانه عربي أنا أقول الأصل صحة قراءته، وجوز لي أتمم حتى لو ما استمعت إلى قراءته. لكن إذا كان لسانه غير عربي، ونحن نعلم بأن كثير من الأشخاص الذين يعني لم يعيشوا في مجتمع عربي وتعلموا القراءة من مجتمعهم، يعني هناك بعض الأخطاء عندهم، هنا من الصعب جريان هذه القاعدة لا أقل على رأي بعض الفقهاء. بعض الفقهاء أطلق وقال إذا لم تعرف قراءته بالإمكان أن تأتم به اعتمادا على قاعدة صحة عمل المسلم. لكن قد يستشكل البعض في جريان هذه القاعدة إذا كان إمام الجماعة لسانه غير عربي، لسانه غير عربي. نعم إذا هذا العالم أنت أحرزت أو وثقت أو اطمأنيت من خلال صلاة هذا العالم خلفه، ولا عالم حتى لو كان بعض الأشخاص وثقت من خلال صلاتهم خلفه بصحة قراءته يجوز إليك، هو غير العرب هو يجوز إليهم يصلون حتى خلف من قراءته غير صحيحة. إذا كان نفس المورد يعني نفس الخطأ يقع فيه المأموم، إذا الخطأ نفسه يقع فيه المأموم ومعذور يجوز له أن يأتم خلف الإمام غير الفصيح. إيه ويجري الكلام اللي قلناه، يعني الكلام اللي قلناه إذا كان لسانه عربي ممكن جريان القاعدة اللي ذكرناها أصالة صحة عمل المسلم، أو الاعتماد على المأمومين إذا كان بعضهم يعني أعرف أن هذا ما يصلي إلا خلف إمام قراءته صحيحة، إذا أحرزت واطمأنيت يكفي هذا المقدار. بس إذا استمعت إلى القراءة يكون أنا أحكم بعد، إذا كانت قراءة صحيحة الأمر واضح يجوز لي أتم، إذا كان قراءة فيها خلل وإن شاء الله مليون شخص يصلون خلفه ما يجوز لي الصلاة. نعم هناك مخرج ذكره بعض الفقهاء وهو جواز الائتمام بمن تكون قراءته فيها خلل أأتم به في الركعة الثالثة أو الرابعة، يعني في الموارد التي لا يتحمل عني فيها القراءة، أو حتى في الركعة الثانية لكن بعد الركوع إذا ركع تسقط عني القراءة له يجوز أكبر تكبير. وهذا مخرج جيد اللي يروح المشاهد، ويبقى المشكلة الوحيدة صحة قراءة الإمام، أنا لا أدخل وياه في الركعة الأولى، أنتظر إلى الركعة الثانية إلى أن يركع أكبر تكبيرة الإحرام وأدخل وياه، أدخل وياه. ويمكن حتى من البداية أنا أدخل وأصلي صلاة بالمتابعة، صلاة قضاء أو ما شاكل ذلك، وبعد ذلك أتم به في الركعة الثالثة والرابعة. والحمد لله رب العالمين. إيه ما على جيد إن شاء الله المحاضرات الجاية سيجاب. مسألتك الثانية شنو؟ إيه هذه مسألة من نذكرها إن شاء الله، يجوز لي كبر تكبيرة الإحرام لكن على تفصيل يأتي. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.